خير يا دكتور. يا بس بس اهدي منك ليها. خليك معاهم يا سيد، ما حدش يجي ورايا. ماشي يا حاج. اتفضل يا دكتور، تعال معايا خضير. يعني يا دكتور ما اخبيش عليك يا حاج، ابنك في حاله سيئه. يعني ايه؟ يعني الواد هيضيع مني؟ الاعمار بيد الله يا حاج. ونعم بالله. بس لو مش عارفين تعملوا حاجه قولوا عشان اتصرف. نجيب له دكاتره تانيين. نجيب له اكبر دكاتره في البلد. او نسفره بقى يا حاج. نسفره نوديه اخر الدنيا. بس عبد الوهاب يعيش، ده ابني الوحيد اللي بترجاه من الدنيا. الكلام ده مش مظبوط يا حاج. احنا عملنا كل اللي نقدر نعمله وما نقدرش دلوقتي نسفره بره، حياته هتبقى في خطر. يعني احط ايدي على خد لحد الوقت ما تعمل ايه؟ هو البلد يا حاج كل شيء ليه اصول. احنا ممكن نبعت نجيب دكتور من بره يا حاج اللي تشوفوه، لكن تاكدوا ان اي دكتور هيجي من بره مش هيعمل اكتر من اللي احنا عملناه. معلش معلش، نبعت نجيب دكتور من بره عشان اطمن بس. طب نستنى يوم او اتنين؟ نستنى يا دكتور؟ نستنى لحد الوقت ما يضيع مني؟ ما تقولش الكلام ده يا حاج، انت راجل مؤمن، خلي ثقتك بالله كبيره. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايه الاخبار يا خضير؟ الدكتور الانجليزي وصل وشافه؟ ايوه. وقال ايه؟ قال نفس الكلام اللي قاله الدكتور المصري. الله، هو جاي من بره عشان يقول الكلمتين دول؟ هو ده الكلام اللي قاله الدكتور مدحت، قال مفيش داعي الدكتور اجنبي. والحاج عامل ايه؟ زي ما هو. طب وسبته ليه يا خضير؟ هو اللي طلب مني اروح نفيسة واخواتها علشان بقالهم ليلتين ما ناموش. لا حول ولا قوة الا بالله. الا الدكتور الخواجه ده خد كام؟ لسه ما نعرفش، المستشفى هتحاسبه وبعدين تبقى تحاسب الحاج. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه يا حسين، احنا كويسين. انا بس قلقان على نظير. بقالها 3 ايام ما جاتش الكليه، كلمت البيت ما حدش بيرد. انت بتشوف عبد الوهاب؟ لا الحقيقه ما شفتوش. لا اصل كنت مشغول شويه اليومين اللي فاتوا في الشغل. طب مش جايز مسافرين؟ طيب انا هحاول اعرف ايه الحكايه. قولي لي بقى ازاي مؤنس وروزالين، قصدي امينه. انا قلت له انها اسلمت بس للاسف ما شفتوش بعد كده. طيب انا هحاول اعرف ايه الحكايه وهتصل بيكي. مع السلامه.